والشيء الآخر الذي ينبغي التذكير به هو أن الزوجين حينما يبني أحدهما على الآخر فيجب عليهما أن يفتتحا هذه الشركة التي لا تشبه الشركات الأخرى، لأنها عادة تكون شركة الحياة، فعليهما أن يفتتحا هذه الشركة الطيبة القائمة على طاعة الله ورسوله بصلاة ركعتين، أن يصلي الزوجان ركعتين اثنتين. ولا شك ولا ريب أن ذكر الله عز وجل في هذه الساعة التي لا يملك الشباب عادة أنفسهم إلا أن يفضوا فيها وطرهم بأقرب وقت، وهذا بلا شك أمر حلال، ولكن إذا كافح أحدهما شهوته ليصلي كل منهما ركعتين ثم بعد ذلك يتقدم كل منهما إلى الآخر ويقضيان شهوتهما بعد أن قدم بين يدي ذلك طاعة الله طاعة الله تبارك وتعالى، لأن في ذلك افتتاحا للحياة الزوجية والشركة هذه السعيدة بطاعة الله عز وجل، فيرجى لهما أن يكون ذلك سببا لسعادتهما في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه كلمة وذكرى وذكرى تنفع المؤمنين، ولا بد عادة في مثل هذه الكلمة وفي مثل هذا المجلس أن يخطر في بال أحد الحاضرين سؤالا حول ما سمعه، فلا مانع عندي أن أسمع ذاك السؤال أو غيره، فإن كنت مستعدا وأجد في نفسي له جوابا فعلت، وإلا تخلصنا من الجواب بقولنا نصف العلم لا أدري، والسلام عليكم. سؤال بسأل المسائل هو يعني الآن ما هو محصل لا واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثة، بسأل عن الخامسة والسادسة، بجوز الإنسان يتزوج خمسة وستة ولا لا؟ شو ما هو محصل واحدة بسأل أخطاء المسائل ستة ونص وتارك الثلاثة. هذا سؤال، هذا أبو عبد الله سؤال ولا نكتة؟ والله سؤال شيخنا أكيد هذا سؤال ضحك الحاضرين.